للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا بكم أستاذ عمر إلى هذه الجولة الإخبارية. مع عمليات الاعتقالات وتزايدها في العراق وفي مناطق محددة، كيف تنظر للرقابة القضائية على عمل القوات الحكومية؟ مرحبا بك. أهلا بكم. لا توجد هناك رقابة قضائية على عمليات الاعتقال، وإنما هذه العمليات تقوم بأوامر ذاتية وأوامر آنية تتبع الأجهزة الأمنية، يعني المخبر السري في هذه العمليات ووفق الاستخبارات التي تقوم بها هنا وهناك، وعلى أساس هي تقوم هذه الأجهزة الأمنية ولها صلاحيات كافة فوق القانون، باعتبار أن هذه الأجهزة تدار من قبل بعض أو من أغلب المنتمين إلى الأحزاب والميليشيات، وبالتالي فإنه يمكن لهم تنفيذ هذه الاعتقالات دون الرجوع إلى القانون وإلى القضاء الموجود في تلك المناطق، وبالتالي فإن هذه العمليات غالبها ما تتم عن طريق مركز الشرطة أو الأجهزة الأمنية دون مذكرة قانونية أو قضائية بحق المعتقلين، وهذا يعد انتهاكا خطيرا وواضحا لما تقوم به الأجهزة الأمنية لهذه القوانين الدولية المعمول بها على مستوى الدول، وبالتالي فإنه الرقابة القضائية معدومة جملة وتفصيلا لما تقوم به الأجهزة الأمنية، وبالعكس أن الضغوط الأجهزة الأمنية على الأجهزة القضائية هو ما يعتبر السمة المميزة لهذه الأجهزة القضائية في العراق. نعم، الاعتقالات غالبا ما تصاحبها حالات قتل قانونيا، كيف تصنف هذه الانتهاكات وهل يحاسب مرتكب عمليات القتل؟ نعم، هذه هي عمليات القتل هي ايضا انتهاك اخر يضاف الى سجل الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزه الامنيه، فضلا عن كونها اعتقالات تعسفيه وغير قانونيه فانها تقوم ايضا بقتل المدنيين الابرياء الذين يروم اعتقالهم من قبل هذه الاجهزه، وبالتالي فانها تعد انتهاكا خطيرا وتعدي على الحياه الشخصيه بشكل مباشر وانتهاء حياه المدنيين وفق اسس واهيه ويعني بغير حق، وبالتالي يعد هذا انتهاكا واضحا للقوانين الدوليه لا سيما قانون الدولي لحقوق الانسان، وهذه الاجهزه الامنيه لا تأبه هذه القوانين ولا الى هذه، وانما هي تأتمر بامر ضوابط وقوانين تضعها بعض الدول ومنها إيران، وبالتالي فإن هذه العمليات هي عمليات انتقامية غير قانونية تقوم بها الأجهزة الأمنية وفق مصلحتها وأجندة الأحزاب التي تحكم هذه المناطق. أصدرتم في المركز بيان صحفي خلصتم فيه إلى أن القضاء في العراق بأنه قضاء غير نزيه، ما المؤشرات التي وضعتموها حتى وصلتم إلى هذه النتيجة؟ المؤشرات كثيرة وآخرها كان الاعتراف أو التصريح الذي قام به رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم، حيث أشار لأن هذه أغلب الاعتقالات هي اعتقالات كيدية، اعتقالات تعسفية، اعتقالات في مشاهدة المخبر السري، وهذه الاعتقالات هو غير راضي عنها وأن الأجهزة الأمنية تقوم بها وفق مصلحة الميليشيات ووفق توافقات سياسية بين الأحزاب الحاكمة في العراق، والقضاء غير مؤهل لأن يقوم بهذه أو بالحد من هذه الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وغيرها من المؤشرات التي تدل على أن العراق أو المحاكم في العراق والقضاء بجملته غير نزيه، وهو بالتالي فقد معايير الدولية في تطبيق القانون، وهذه المؤشرات وأوضحتها منظمات دولية عدة منها منظمة المراجعة ومنها منظمة العفو الدولية وحتى مجلس حقوق الإنسان يطالب مرارا وتكرارا بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها القضاء العراقي، وإلى الآن لم تقم هذه الحكومة بالتعديل أو بالحزم بتوفير الغطاء القانوني لهذه المحاكم، وبالتالي فإن هذه المؤشرات
هي دليل واضح على فشل الحكومه وفشل الحكومات منذ عامين ثلاثه الى الان في تطبيق القانون والعداله ما بحق اثر استاذ عمر، ما اثر تلك النتيجه على تصنيف العراق في تقارير الامم المتحده حول الحاله الحقوقيه للعراق؟ وهل يمكن ان يؤثر ذلك في تعامل المجتمع الدولي مع حكومه العبادي؟ بالطبع ان هذه المؤشرات وهذه هي الدلائل وكافه الاجراءات التي تقوم بها الحكومه واجهزه القضاء يؤكد الى ان وجود هناك قواعد اداريه وقواعد قانونيه نظمها القانون الدولي العام حول هذه الممارسات الخطيره، ويوجب على الدول الاطراف في هذه الاتفاقيه والمنضمين تحت مظله الامم المتحده ان تقوم هذه الدول بمقاطعه ومحاسبه مرتكبي الجرائم ومنتهكي هذه الحقوق واعلان حاله الطوارئ وتقديم وتخويل مجلس الامن بان يقوم بعمله الخاص هذه الانتهاكات الخطيره التي تقوم بها هذه الحكومات ولا سيما منها حكومه بغداد. وبالتالي فان المجتمع الدولي برمته يجب ان يقاطع هذه الحكومه ويقدم التبريرات ويقدم الدلائل والوثائق التي تدين هذه الحكومه الى مجلس الامن وتتم معاقبتها جماعيا وفق الاطر القانونيه. ولكن مثل خطيره تدور حول هذه القوانين والقواعد القانونيه وهي مساله التوظيف السياسي لمبادئ حقوق الانسان والتي هي تقوم بها الولايات المتحده الامريكيه بالضغط على هذه الدول حتى تمنع حاكمه الديمقراطيه التي وضعتها في بغداد. وبالتالي تتجنب من بغداد وصلت الفكره الاستاذ عمر الفرحان من بغداد من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.